الو. ايوه حسان باشا، ادي لها حاجاتها. تحت امرك يا باشا. شكرا. ميرسي قوي. على فكره ده انضف من القميص. جايبين زاروك يحرس الفيلا. معلش الساعه معاك كام؟ يلا يلا. حاضر. بس حاضر. هي الاعترافات بتاعتنا. الحمد لله الحمد لله. استنى كلام عزمي. استر يا رب استر يا رب. بس بقى عزمي الاعترافات معايا. ايوه ايوه اتاكدت منها. اوكي اوكي باي. اترياق. انا عملت اللي انت عايزه. انا عايز اترياق لو سمحت. الو يا كباطينو، حصل ولا الاعترافات وصلت؟ تمام تمام. عايز ايه بقى؟ اترياق لو سمحت. ما قلت لك في الوراق. لو سمحت قلت لك فين في الوراق؟ وكفايه هزار عشان انا بموت. يلا حبيبي. اترياق اهو يا سيدي. لا اكيد مش هنا قدام الناس يعني. امال فين؟ تعالى. خد اترياق. لا 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 يبوظ بالميه. كنت هقع انا في الميه. انزل هات. وبعدين يا نيفو هنعمل ايه في الاعترافات اللي معانا دي؟ احنا كده ممكن نتفش في كمين. هنتفش في كمين. وانا مش عايز اخش السجن. مش عايز اخش السجن. مش عايز اخش السجن. بس الله يخرب بيتك. هي دي مخدرات. ده حته هارد. حاضر. ده هارد. ده هارد جدا. هارد قوي فعلا. طب بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ في 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 تاكسي. في تاكسي بيراقبنا ورا. فين؟ اهو الراجل شكله كده هيطلع مسدس وهيضرب علينا نار. هيضرب ما بيننا ولا نيفو. يا عم ادي حته تاكسي بعداد واهو دخل يمين اهو قدامك. ممكن تهدى بقى ما توترنيش. حاضر حاضر. هات هات. طب بقول لك ايه؟ طب بتعمل كده ليه؟ خايف قوي يا نيفو. خايف قوي والله العظيم. خايف قوي. بقول لك ايه؟ هتجيب الاعترافات دي نرميها في صندوق زباله ولا نرميها في النيل؟ عايزين نخلص منها يا نيفو. انا مش حامل سجن يا نيفو. مش حامل نومة بورش يا نيفو. لا طبعا ما ينفعش نعمل كده. بص هتاخد الهارد ده وتطلع بيه على بيت عزمي واشجان. هتبقى اوضه كده في البدروم. هتوديه هناك وانت معاك كلمه السر. وانا هطلع الاوتيل وابلغ البوليس. اوكي ماشي.